أسترازينيكا ريكومندد لهلا فوق 30 سنة هو سيف والكومبليكيشن تبعوله محدودة جدا. هيدا اللي قاله وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال حمد حسن الشهر الماضي، وهيدا اللي تم تنفيذه. تم إرسال دعوة لتلقي اللقاح أسترازينيكا للأشخاص اللي تحت 30 سنة. ضياع وتخبط عم بيسيطر على لجنة كورونا بلبنان بتخلي صحة المواطن على كف عفريت، فهل بيجوز أخذ اللقاح للي هن تحت 30 سنة أو لا؟ مصادر طبية أكدت أنه اللقاح آمن للي هن فوق عمر 18 سنة وما في خوف على صحتهم، كما أنه منظمة الصحة العالمية بتوصي بهذا الأمر وبتأكد أنه منافع اللقاح أكتر من مضاره، بالوقت اللي بتقول مصادر طبية تانية أنه ما لازم يتم أعطاء اللقاح للي عمرهم تحت 30 سنة. بس لجنة كورونا رح تجتمع اليوم لتاخد القرار النهائي حول كل هاللغط اللي صار. فشو هي الإجراءات اللي عم تخدها بعض الدول بما خص الأسترازينيكا؟ بريطانيا عم بتقدم لقاح أسترازينيكا للأفراد اللي ما بيوطى عمرهم عن 30 سنة بعد ظهور أدلة على وجود صلة بين اللقاح والجلطات الدموية النادرة. ألمانيا أوصت بتعليق استخدام أسترازينيكا للي هن تحت 60 سنة. كندا وقفت تقديم لقاح أسترازينيكا للي عمرهم أقل من 55 سنة. أما فرنسا فأعلنت أنه الأشخاص اللي أعمارهم تحت 55 سنة وأخذوا أول جرعة من أسترازينيكا رح يحصلوا على جرعة تانية من لقاح فايزر أو موديرنا. أما بلبنان فمصادر وزارة الصحة أكدت لتلفزيون نشرة أنه هي ملتزمة بقرارات منظمة الصحة العالمية وأنه ما في خوف من إعطاء لقاح أسترازينيكا للي هن تحت 30 سنة. إذن من المتوقع أنه يتم حسم الأمر ويتم إعطاء لقاح الأسترازينيكا للي هن تحت العمر 30 سنة بعد اجتماع اللجنة. فبين حكي وزير الصحة الشهر الماضي وبين القرارات اللي ممكن تطلع اليوم، للمواطن مضطر يعيش بهالضياع اللي بخليه يفقد الثقة بالسلطات الصحية. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.